بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بدأنا في الدرس الماضي بدراسة متن القواعد الأربع. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحين بلوني درسي تجي ساكيتو أخرنت الدراسة متن قواعد الأربع. ذكرنا لماذا ندرس التوحيد؟ وحن صورش يقني محن وآخرين توحيدك. ولماذا ندرس هذا المتن المبارك متن القواعد الأربع لنصيحة العلماء؟ محن متن جن وآخرين قواعد الأربع. وسبب التأليف؟ صورت متن جن لو ألفي. الرد على الشبه، على بعض الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا. صورت الله اللي في واحد ويان اللي ورد ديو الشبه هذا قاركات أي مشركين الله إيمانيان وأنه خلاصة لكتاب كشف الشبهات. وحنا ضدو بويا هاي أما سوكوبيدو يا هاي كتاب كشف الشبهات. وذكرنا أننا لا نقرأ في كشف الشبهات إلا بعد دراسة كتاب التوحيد. وحن صورش قني إننا أخي دونين كتاب كشف الشبهات إلا ما كان أخي نكذب القواعد الأربع. وذكرنا كيفية الرد على أهل الباطل إجمالا. وحن صورش قني قابها لو ردني لو ردني أهل الباطل كسيد وضوبهان ألا نسمع إليهم، ولأنهم يتبع المتشابه ويترك المحكم. إننا وحبا كده جيسانين محايا لي وحي راعيان متشابه وحين كتريان محكم كي. نعم. أيضا ذكرنا أقسام هذا المتن المبارك، قلنا أن هذا المتن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. سيدو كلي وحن صور شغني قيبها متني جن وحن صور شغني أبو قيب سمي سدح قيبات. وقلنا القسم الأول فيه المقدمة وعنوان السعادة. وحن صور شغني قيب توجه رئيسي مقدمة تورد عايتهاي يدنا وحن كتيرة. القسم الثاني فيه لماذا ندرس التوحيد؟ قيب طلبات محين التوحيد هو دراسينا. القسم الثالث القواعد الأربع. قيبته سد حاضنا قواعد الأربعة. ذكرنا أن المؤلف رحمه الله بدأ بالبسملة. وحنصور شكل المؤلف يقول كتاب بالله كتابك بسملة ذا بسنك. ثم دعا للطالب. كدمنا وحود عي أرضيقة. ثم ذكرنا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وحنصور شكل كدي فرق يا أول حياة أولياء الرحمن كأولياء الشيطان. وقلنا أولياء الرحمن هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. وحنصور شكل أولياء الرحمن إليه ينكو كل مية لك عبسي جي إيمانك. وذكرنا أسباب السعادة ثلاثة. وحنصور شكل أسباب الإيمان تيني سد تحتهاي. إذا أعطي شكر يعني عند النعمة شاكر. أدونك مركو حلا سيوا شكريا. وعند المصيبة صابر. مرك الله امتحانه وصبر يا. وعند المعصية مستغفر. مرك ودن بابنا استغفار بالله يمن يا. ذكرنا أن النعمة ابتلاء. وحنصوش أن النعمة دي نتهاي امتحان. ولا بد قبل أن تأتي النعمة من التعلق بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. وحلق مرمانا انتاني نعمة إيمانين وقلبي وكحرين الله سبحانه وتعالى. وبعد أن تأتي النعمة تشكر بالقلب واللسان والجوارح. مركي النعمة وتمادنا إن لقى ربنا تقلبك يعربك يحبناها بك الشكر سيد. وأن الواجب بإجماع الأمة الصبر عند المصائب. سيدا واجبك أي تهي علمتنا أي إجماعك إيه وهو يا إن صبر وحي لك امتحاناتك. ولا نتسخط لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح. عربك يا قلبك يحبنه كما يعني عرك ما موشينينه. نعم. أيضا قلنا الإشكال في أن الإنسان يذنب ولا يستغفر وأن الشيطان يقنط بني آدم. إشكال قوحو كتيرا إنسانكو وادن بابايا كدبنا محو هاي استغفار لما إيمانا يا شيطان كان وحو قوسينا يا إنسانكا. نعم. نبدأ الآن بإذن الله تعالى في القسم الثاني وهو لماذا ندرس التوحيد. وحنقو دقلي دون قيبتي لباضواها محين أدرى سنين التوحيدك. ذكرنا فيما تقدم سبب دراسة التوحيد وأن العلماء رحمهم الله تعالى بل أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأمرهم بأن يدعوا إلى توحيد سبحانه وتعالى وانذروا عن الشرك. قريبا وصل شغنا صوبتا أن يدرس شغنا محوها هاي كتاب التوحيد يتهيئ أن الله سبحانه وتعالى أنبياء الله صدر التوحيد كان إني أمدنا أقدر شركك وبنية لن توحيدك. والشيطان
يضع الشباك يصطاد بها الناس كالصيادة، الصيادة يصطاد الأسماك، يضع الشباك حتى يصطاد الأسماك، والشيطان يضع الشباك شباك الشرك حتى يصطاد الناس، وأراد أن يوقع الناس في الشرك الأكبر. نعم. شيطان كوحو الرباء أما وحو الشباك قل لك يا دتك وحونا الدنيا ينو الشرك كرده سيدا الروح الشباك وقل لك أنا يو دباشادة كاللونك وكاله فلا بد أن تحذر من الشرك وحلق مربانا يا شركي قال كدك توناتي لأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها هذو شرك بعبادة صوب العبادة وفسادية الآن أنت تصلي وعندما تصلي تحرص مثلا أن لا يخرج منك ريح لماذا؟ لأنه لو خرج منك ريح أصبحت الصلاة باطلة هذا وقت كنيسة شيطان كقول بسمين يا إنه كوم مجيو إن أي ريح كاتمت ويقول بدون الصلاة قبل حديث كذلك لو دخل الشرك في العبادة أفسدها سيدا سوق لها الضوء شرك بعبادة سوق العبادة وفي السهادية لو كان هناك إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر نعم وحجر الروح تكني وصوم يحجني عمر سنية لكن ذبح مرة واحدة لأصحاب القبور لكن هل مربوح وقور عين أصحاب القبور تابتك قبور قبر يكوشلة ارفع رجليك نعم فهذا لا تقبل عبادته حتى يتوب من هذا الشرك الأكبر قف كانوا كل لقمة أقبل يوح عبادة إلى أوتو كسو كسو الله أبتو شركي قوينا نعم القسم الثالث القواعد الأربع قيف تستحادنا وكتابك أن القواعد الأربع القاعدة الأولى قاعدة الله الرئيسة القاعدة الأولى أو الشبهة التي يأتي بها على الشرك أما شبهة وجوه الرئيسة كثير ممن يشرك بالله نسأل العافية والسلامة عندما نسأله لماذا تشرك لماذا تقع في الشرك نعم إن بدون ذلك كم إذا الشرك يقع قد عيا مركين ويدين محاشرك أن قد عدي يقول وعورنيا أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر